الرجل الثاني في حزب الله مستشار حسن نصر الله العسكري، من هو فؤاد شكر الذي استهدفته إسرائيل؟ في هجوم استهدف الضحية الجنوبية ببيروت، وقع الهدف الإسرائيلي هذه المرة على فؤاد شكر عبر ضرب مبنى في محيط مجلس الشورى التابع لحزب الله في حارة حريق، وذلك بعد 3 أيام من توعد إسرائيل بالرد على ما حدث في قرية مجدل شمس. فؤاد شكر صاحب الاسم الحركي الحاج محسن من مواليد عام 1962، هو مدير مشروع دقة الصواريخ في حزب الله، وقالت عنه القناة 13 الإسرائيلية بأنه رئيس أركان حزب الله، قائد عسكري رفيع المستوى وصاحب الكلمة الأولى عسكرياً في الجنوب اللبناني. تطاله عقوبات أمريكية منذ ما يزيد عن 30 عاماً، وفي عام 2019 تحديداً صنفته أمريكا كإرهابياً عالمياً مصنف بشكل خاص. ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، يعمل شكر في أعلى جبهة عسكرية بالحزب وهي مجلس الجهاد، ولقد لعب دوراً رئيسياً في تفجير عام 1983 الذي ضرب مقرات البحرية الأمريكية ببيروت، الحادث الذي قتل آنذاك 241 جندياً من أفراد الخدمة الأمريكية وأصاب 128 غيرهم. حددت إسرائيل منذ سنوات مكافأة تقدر ب5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومة عن مكان شخص يمثل عصب القرار العسكري للحزب. ووفق أمريكا، فقد كان شكر زميلاً مقرباً لقائد حزب الله المتوفى عماد مغنية، في وقت لا زالت تؤكد فيه مصادر بالحزب أن العملية فشلت وأن الهجوم حاول استهداف شخصية قيادية بارزة لكنه لم ينجح بهذا. فهل يقف الرد الإسرائيلي عند هذا الحد؟